في متصفح السفاري اذا انت حاب تبحث عن اي كلمه في هذه الصفحه الطريقه جدا سهله عندك خيارين للبحث اما أن تضغط علامه السهم تحت وتروح هنا تحت على البحث في هذه الصفحه وتكتب الجمله اللي تبحث عنها مثلا اير راح يقول لك ان في 17 كلمه اير موجوده في هذه الصفحه او الطريقه الثانيه فوق في شريط العنوان تضغط ضغطه وتكتب الكلمه اللي تبغى تبحث عنها مثلا اير وتنزل تحت راح تحصل تحت اخر شيء مكتوب هنا في هذه الصفحه 17 من التطبقات معناته في 17 كلمه موجوده في كلمه اير تضغط على كلمه بحث وتلقائيا لك الكلمات اللي بحثت عنها هذه طريقه البحث بكل سهوله في متصفح of